ولنقاش تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحشد في قرية نهر الإمام شمال شرق محافظة ديالى بحق المدنيين العزل، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف يمكن وصف المجزرة الجديدة المرتكبة بحق المدنيين في قرية نهر الإمام بديالى والتي تم ارتكابها بعد حوادث مفتعلة ليلة أمس؟ هذه العملية الإجرامية الجديدة تضاف إلى مسلسل القتل والفوضى والدماء التي جاءت بها هذه العملية السياسية التي رسمها المحتل وأعوانه لتعزيز العامل الطائفي الذي يسعى لتمزيق النسيج المجتمعي للعراق والعودة إلى خلط الأوراق لجر البلاد إلى الحرب الأهلية من أجل تعزيز قوة الميليشيات بحجة الدفاع عن المذهب والطائفة خدمة لأجندات خارجية. فما جرى من عملية إجرامية لقتل الأبرياء وحرق المنازل ومسجد القرية على أسس الشبهة إنما يؤكد التعطش للقتل والدماء للخروج من المأزق الذي فيه هذه الميليشيات والأحزاب الفاسدة التي رفضها الشعب بنسبة تجاوزت 85% عندما قاطع مسرحية الانتخابات الهزيلة. فجاءت هذه الجريمة لتعطي حقنة إنعاش للمشروع الطائفي المقيت التي تتغذى عليه هذه العملية السياسية البائسة. هل تقصدون أستاذ يحيى أن الأهالي والمدنيين دفعوا ثمن المقاطعة، مقاطعة الانتخابات؟ حتما، هذا العمل الإجرامي هو لتعزيز عمل الميليشيات التي قاطعها الشعب من خلال هذه الانتخابات البائسة والتي أثبت الشعب فيها للعالم بأن هذه العملية السياسية لا يمكن أن تنقذ العراق مما هو فيه من حال قد أوصلته له هذه الأحزاب التي تقتات على الفساد وتعمل لصالح أجندات خارجية. كان السكان وشهود عيان أبلغوا بأنهم حاولوا الاستنجاد بالقوات الأمنية إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو أي حماية من قبل القوات الأمنية في القرية. كيف يفسر موقف الشرطة المتقاعس إزاء الحد من هذه الحوادث التي ليست هي الأولى في العراق؟ حتما، هذه الشرطة وما يسمى الجيش أو القوات الأمنية أيضا بني على أسس طائفية وحزبية. هؤلاء هم شهود زور على كل الجرائم المرتكبة بحق أهلنا سواء في ديالى أو في غيرها، بل هم يقدمون التغطية القانونية والدعم الكامل لهذه الميليشيات التي تأتي لاقتراف جرائمها في وضح النهار. الأهالي في القرية تهموا ميليشيا الحشد بارتكاب هذه المجزرة، كيف يمكن لقوات يفترض أنها حكومية أو ضمت للقوات الحكومية أن ترتكب مثل هذه الجرائم الطائفية ضد المدنيين؟ ميليشيا الحشد هي في أساسها ميليشيا طائفية، وسبقت إن ارتكبت جرائم إبادة على أسس طائفية في كثير من المناطق في محيط بغداد وفي المحافظات الغربية، وهي مصنعة من أجل ارتكاب هذه الجرائم وعلى أسس طائفية، وإن الحكومة هي من تغطي على هذه الجرائم وتتحمل مسؤولية كل الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا أو غيرها، لأنها غير قادرة على تأمين أي مدينة أو قرية من هذه السلوكيات التي تتبعها سواء هذه الميليشيات أو غيرها. الحكومة عاجزة عن حماية دار سكن وليست قرية، وهذا ما يتضح من خلال ارتكاب الجرائم المتعددة التي طالت الكثير من الأبرياء والمدنيين في مساكنهم أو في أماكن عملهم. شكرا جزيلا لكم يحيى سنبل الأمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، حدثتنا عبر الهاتف.